السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. مرحبا بكم متتبعي إبداعات تطريز مع مريم. إذا اليوم إن شاء الله غادي نوريكم المنتدى اللي كنزل فيه الرشمات، لأن الأغلبية ما كيعرفش يهزها من الفيديو، أو بحال اللي ما عندهاش البيسي يعني كتشوف كمشاهدة عندها غير من البورتابل. اذا كما كتشوفوا ملي كتمشي اليوتيوب كدير غوشيرش كتكتب ابداعات تطريز مع مريم، كتبان لك القناه ديالي بحال هكا. اذا غادي تضغطوا على اللوغو ديال القناه، من بعد غادي تلاحظوا هنايا عندنا الصفحه الرئيسيه، من بعد الفيديوهات، من بعد قوائم التشغيل. غندوزو غادي نجو هنا فيه المنتدى كما كيبان لكم هنايا، عندنا الصفحه الرئيسيه، من بعد الفيديوهات، هنا فيها الفيديوهات، هنا فيديوهات مرتبة. يعني الا كطلعوا هكا الصفحة ديال الفيديوهات غادي تلقاو الفيديوهات اللي نزلت تقريبا، ف يعني من الفيديوهات الاولى اللي نزلت في الاول اللي حليت فيها القناة. وعندنا هنا قوائم تشغيل، هنا قوائم تشغيل، كل قائمة كتلقي فيها الفيديوهات، اذا ضغطتي على اي قائمة كتلقي فيها المجموعة ديال الفيديوهات. وهنا عندنا المنتدى، هذه هي اللي نزلت في الصباح، هما كتبانوا بان الرشام اللي نزلت فيها وكنبارطاجي معكم راه هاد المنتدى هذا، يعني هاد الرشمه ديال الدرس اللي نزلت في الصباح. اذا كنزل الرشمه هي كما كتبان، وهاد الرابط هذا يعني ملي كتضغطي على الرابط كتلقاي فيه الدرس ديال الرشمه، يعني كتلقاي الرشمه وتلقاي في نفس الوقت الرابط ديال اي درس. اذا كنتمنى ان الاخوات اللي ما عرفوش كيفاش يدخلوا المنتدى ديال القناه ديالي، هذا هو المنتدى. واللي دخلت المنتدى اول مره تكتب لي تعليق، لان التعليق ديالكم هما باش كنعرف بانني راه بان راه الدروس او حتى الفيديوهات اللي كنزل راه البنات كيستافدوا منهم. اذا معكم مريم، وتحياتي، والى فيديو اخر ان شاء الله. تحياتي.